الرحيم. أولا قبل كل شيء كنشكركم على الزيارة. أنتم اليوم في قصر الفتحة جامعة ترتب، وهاد الجامعة كباقي الجامعات في الجنوب الشرقي يعني تعاني من الجفاف، وعانت من الحرائق، وعانت من ندرة المياه. وهذا المشكل مشكل وطني. صاحب الجلالة أولى الاهتمام لهذا الغرض في خطاب العرش، وجعل من مياه السقي ومياه الصالحة للشرب استراتيجية وطنية واستراتيجية ديال الدولة، ولا بد يعني نكونوا حنا كجماعة نخرطوا في هذا الإطار. واحترفنا على هذا توفير المياه، وقمنا أولا بحملة تحسيسية حول ندرة المياه، وقمنا بهذه الحملة هذه والتوعوية مع الساكنة المحلية، وبالتالي يعني أتت الأكل ديالها الحمد لله، كل واحد عارف الحدود ديالو. ثم نحن كجامعة وكجمعية فلاحية ترافعنا على هاد البئر الذي ترونه اليوم، وجاء لتحقيق بعض الأهداف. أولا الهدف دياله هو توفير مياه السقي للواحة، ثم إعادة الواحة للحياة الطبيعية ديالها، حيث هذه الواحة هي تراث وهي أم وهي رأس مال لا مادي، وبالتالي لابد من الاعتناء بها. ثم أن في برنامج عمل ديالنا اللي جا يعني من كقرار محلي من الساكنة، الناس أرادت يعني توفير هذه المياه، ونحن ترافعنا كجماعة وكجمعية فلاحية لدى المصالح الخارجية ولدى السلطات الفلاحية والسلطات المحلية والحوض المائي، مشكورين هذه المؤسسات حتى توفر لنا إن شاء الله. واليوم كاين هذا الافتتاح ديال هذا المشروع هذا. ومن بين الأهداف التي سوف تحقق هذه الأثقاب المائية هو إعادة الحياة للواحة، ثم إجبار الفلاح للعودة إلى الأرض، العودة إلى الزرع، العودة إلى الغرس، العودة إلى الحرث، لأن حسب الدراسات يعني هناك 15 كيلومتر ديال التصحر سنويا، وإذا استمر الوضع كما هو عليه أكيد سوف نهاجر يوما ما هذه الواحة التي هي تراث عالمي، ونحن في أجمل واحة في العالم. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.